ريك مشاه هوغاميه هدي بدوريق اهي معارض ككونفورت السودان ايا بوغش لما فيلانه كتاقي مقالدة شبايا عاصمة دوه دلكن كويا لبرتمها بريا قارد افريكا وحلا فيلا يا انو وضا هذا لمهيم واه قيد دي سعود كنبادا لايه شو مدحوين سالفكير مياريف مستر مشارو سند كهور كغوستي دولد مدحوين سالفكير اي بوغش دان انقون انسا تيوغوه الرئيسي ايو دلكيسا كتاقو مدس سنده حلي اي تاقي يهين وضا هذا لدي ودحي لبادا لنع وحالا اركي يساقو كدقي مقالة تشوبا وحانا وهلين يي جنرال كاوود بادن له رير سودان محمد حمدان بيشا نوفمبر اي نوغو صوفول كالاها يي كو اكتهاي وقتيقي لوقبتي اي لبادا لنع كسو ديسان دولد وداقة ارين تاسو قيب كاهاي تشيسكا اي لبادا لنع مقالة ديسكو كالا سحيحدان سند كهور daqan galinta heshiiska ayay dib u dhigeen khilaafyo soo kala dhex galay dawladda iyo mucaaridka booqashada Riek Machar ayaa la filayaa inay qayb ka qaadato dardar galinta heshiiska nabadda Koonfurta ee Suudaan Khadar Haybasab TV adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahab shee hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah wuxuu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.